بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورزقنا الإخلاص والإحسان في العلم والعمل. الإخوة والأخوات، المعلمين والمعلمات، الآباء والأمهات، أهلا وسهلا بكم في موضوعنا اليوم من المنصة إلى الفصل الدراسي، الانتقال السلس مع ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه. أهلا وسهلا بالجميع، نبدأ على بركة الله. هذا البرنامج هو للتوعية والتثقيف والتعريف وإثارة الاهتمام بالمعرفة، وليس برنامجا تدريبيا على أصول البرامج التدريبية. المعرفة بداية الحل. سنبقى لمدة 3 دقائق مع هذا الفيلم التعريفي الوثائقي، وننتقل بعدها إلى موضوعنا بمشيئة الله. ليش ما تصير مثل ولد جيراننا خالد؟ قال أبو محمد هالكلمة لولده، وهو ما يعرف من قصة خالد إلا أنه تخرج من الجامعة وصار مهندس. جاء خالد للدنيا من بعد طفلين، بنت وولد هادين ولطيفين. فرحت العائلة بمولودها الجديد إلى أن جات اللحظة اللي مشى فيها، وهنا بدت الأحداث. كان الابن المشاكس عكس إخوانه، يكبر وتكبر معاه الأشياء اللي خربها، وما كان أهله يعرفون مشكلته، عشان كذا ما كانوا يبحثون عن الحل في المكان الصح. يتخيل نفسه سوبرمان ويتصرف بدون تفكير، يجري ويقفز من أي مكان بدون تردد، حتى السيارة يفضل الطلوع عليها من الركوب فيها، والنهاية معروفة. ما يعرف يلعب مع اللي حواليه، ولما يسيطر على اللعبة ما عنده بال يركز فيها، يزهق منها بسرعة ويتركها. كانت جدته تدافع عنه، وتتذكر طفولة أبوه كيف كان متعبهم، وفعليا أغلب الحالات اللي مثله تكون وراثية. دخل المدرسة، وبما أننا دخلنا الفصل لازم نتكلم بالأرقام. 56% من الطلاب اللي بحالة خالد يحتاجون مدرس خصوصي، 30% منهم يرسبون ويعيدون السنة، وهذا اللي صار. احتمالية أنه يدخن في سن المراهقة أكثر من الضعف للمعدل الطبيعي. 21% من اللي عندهم هذا الاضطراب يتجاوزون القوانين، مقابل 1% فقط من الآخرين. أما المخدرات فاحتمالية الإدمان عليها 17%. الحمد لله خالد ما كان منهم. بعد ما استلم رخصة القيادة ما كان خالد ولا أهله يعرفون أنه معرض للحوادث أكثر من غيره ب3 أضعاف. لحسن الحظ قبل ما يصير أي حادث بو خالد عرضه على مختص، وكانت النتيجة خالد عنده ADHD، اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. وقبل ما يتخرج خالد من الجامعة ويصير مهندس مر بتحديات كثير تجاوزها، شارك في العديد من جلسات الدعم، واستمر على توصيات الطبيب، وحقق الكثير من طموحاته ويطمح للمزيد. الخبر الجيد أن معظم المشخصين بهذا الاضطراب ممكن يتغلبون عليه، وما تدري لو سيطر بو خالد من بدري على المشكلة يمكن يصير عند ولده خلايا من مخ أينشتاين، سحابة من خيالات أغاثا كريستي، أسطورة من كراتين والت ديزني، اختراع من مصابيح أديسون. وفي الأخير ما يحتاج يمر شخص تحبه بكل هذه المخاطر، والحل ممكن يكون أسهل مما تتخيل. قد يكون الحل موجود في زيارة جهة مختصة. المعرفة بداية الحل. أهلا وسهلا. نعم، المعرفة بداية الحل. في هذا القسم سنتحدث عن ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه، نتعرف عليهم، نراهم عن قرب، نتعرف كيف نراهم وكيف يروننا، نتعرف على طريقتهم في السلوك وطريقتهم في التفاعل مع مجتمعهم ومع برامجهم التربوية والتعليمية. سنتعرف على كل أشكال وأنواع فرط الحركة وتشتت الانتباه والاندفاعية، وسنتحدث في نهاية هذا الجزء عن آثار فرط الحركة وتشتت الانتباه على التعلم. كيف نراهم؟ حقيقة هناك إشكالية كبيرة جدا، لأننا لا نرى منهم إلا الصفات السلبية. نراهم دائمي الإيذاء، نراهم دائمي الإصابة، فوضويين، قليلي الأدب، دائمي المقاطعة، عديمي التربية. نسمهم أحيانا بأنهم قليلي الانتباه، يسببون لنا الحرج، مستفزين في كثير من الأوقات،
مشاكلهم لا تنتهي، قد نسمهم بالفوضوية وغيرها 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 إلى أن نسمهم بأنهم مخربين. حقيقة هذه ليست صفات حقيقية، ولكنها تظهر كأفعال تكون في بعض الأحيان إرادية أو ردود أفعال لا إرادية على بعض السلوكيات أو على بعض المثيرات، لأن لديهم مشكلة في التعامل مع المثيرات بطريقة موزونة أو متوازنة. كيف يروننا؟ نعم، هم يروننا بأننا متسلطين، عنيدين، متجهمين، متسرعين، شديدين، عصبيين، غليظين، دائمي الصراخ، فقط رضانا مستحيل. يروننا بأننا نكرههم، يروننا بأننا لا نفهمهم، يروننا بأننا مزعجين ولا يكون لدينا أبدا أي مبرر لتفهم أدائهم أو سلوكهم كائنا ما كان هذا السلوك. فلنتعرف عليهم عن قرب. من هم ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه؟ هم كما عرفهم العلماء بأنهم ذوي اضطراب عصبي سلوكي ناتج عن خلل في بنية ووظائف الدماغ يؤثر على السلوك والأفكار والعواطف. هذا التعريف غير مطلوب من المهتمين، ولكنه مطلوب من بعض المختصين والباحثين، فلنعرفهم بطريقة اجتماعية أكثر بساطة. نعم، هم لديهم درجة فوق المعتاد من النشاط الحركي وضعف التركيز أو الاندفاعية، تكون ظاهرة ومستمرة، ظاهرة ومستمرة في أكثر من مكان، في أكثر من زمان، مع أكثر من شخص. هذا يعني أننا إذا وجدنا بعض هذه السمات في أوقات دون أوقات، فهذا يبعدنا عن وصمهم بفرط الحركة وتشتت الانتباه. أو وجدنا هذه السمات أو هذه المؤشرات في أماكن دون أماكن، فهذا يبعدنا أيضا عن وصمهم بأنهم من ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه. أو وجدنا أن هذه الإثارة أو هذه السمات تظهر بوجود أشخاص دون أشخاص آخرين، أو تختفي عند وجود أشخاص معينين، فهذا يساعدنا على الحكم عليهم بأنهم ليسوا من ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه. من هم ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه؟ وما هي الأشكال التي يظهرون عليها؟ هناك ثلاث أنواع رئيسية لفرط الحركة وتشتت الانتباه والاندفاعية. والتعريف العلمي الحديث أو المحدث في العام 2019 يسم كل من يوصف بواحدة أو أكثر من هذه الأنواع بأنه من ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD. النوع الأول هو فرط الحركة. فرط الحركة يقصد به زيادة في الحركة وصعوبة في ضبطها، هذا بشكل عام، ولكنه يظهر على شكلين رئيسيين. الشكل الأول هو النشاط الحركي الزائد وسرعة الحركة، تجده يتحرك ويمشي بسرعة، يتكلم بسرعة، استجابته سريعة، يفعل الأشياء بطريقة سريعة، يشرب بطريقة سريعة، عندما يمشي مع أقرانه يسبقهم بخطوات، عندما يمشي مع أمه أو مع أبيه أو مع أي شخص آخر يحاول أن يتفلت منه بطريقة أو بأخرى. وهذا الشكل هو الأكثر ظهورا، لأنه في الغالب يظهر للجميع، من يقصد المتابعة أو الملاحظة أو من لا يقصد المتابعة أو الملاحظة، نجد أن الجميع يلاحظ أن هناك شخصا ينتقل من مكان إلى مكان ومن زاوية إلى زاوية ومن درجة إلى درجة. فذلك النوع الأول، الشكل الأول. أما الشكل الثاني من النوع الأول فهو الطفل أو الحالة التي نرى فيها الطفل جالسا في مكانه، قد لا يتحرك حركة كثيرة ولا حركة سريعة، ولكنه يحرك الأشياء حوله، يحرك
الريموتات، الجوالات، الأوضاع، ماذا يمكن أن يحرك على اليمنة ويسرى. أحيانا بشكل منظم وأحيانا بشكل عشوائي يضع كتبه على المنضدة ثم يعيدها إلى الحقيبة ثم يضعها في الدرج، يفتح الكتاب ويغلق الكتاب بدون هدف وبدون أدنى حاجة. تجده يضع قارورة الماء أو الساندويتش ثم يعيد وضعها في الجهة الأخرى، يضع الريموت في مكان ويغير مكانه، وهكذا دواليك. هذا الشكل الثاني من النوع الأول. وهذا الشكل أيضا سنتحدث عن مسألة تأثيره على مهارات التعلم. النوع الثاني هو الصعوبة في التركيز والبقاء على المهمة. التشتت هو الصعوبة في التركيز والبقاء على مهمة معينة، مهمة حتى النهاية، كائنا ما كانت هذه المهمة. قد لا تكون هي مهمة تعليمية، وقد تكون مهمة سلوكية أو ثقافية أو اجتماعية أو حركية، أو كائنا ما كانت هذه المهمة. وهو أيضا على شكلين. الشكل الأول هو الانتقال من نشاط إلى آخر قبل إتمامه، أو من مهمة إلى أخرى قبل إتمامها. كيف؟ يكون ذاهبا أو يطلب منه أن يأتي بشيء من غرفته، في الطريق يشم رائحة من المطبخ فيغير اتجاهه مباشرة بدون النظر إلى الهدف الذي كان هو باتجاهه، فلا ينهي المهمة الأولى ويتجه إلى مهمة جديدة. وفي الطريق إلى المطبخ يسمع صوتا في المدخل فيغير اتجاهه ويذهب إلى المثير الجديد، ويذهب باتجاه هذا الصوت. وعندما يذهب باتجاه هذا الصوت فيناديه شخص، أو ينتبه إلى ضوء خافت، أو أن الضوء اختفى، قد يكون شخص معين طفأ الضوء في الصالة فيلتفت إلى تغير درجات الإضاءة، فيلتفت ويعود مرة أخرى إلى الصالة فيعود إلى نقطة الصفر وكأنه لم يفعل شيئا، تحول إلى مهمة ثم مهمة والثالثة فالرابعة دون أن يتم إحداها. الشكل الثاني من النوع الثاني هو التركيز في تفاصيل ولكنها تفاصيل غير مهمة، وخاصة عندما نتحدث عن عملية التعلم. مهمة التعلم تحتاج إلى تركيز على المصدر، على المعلم، على الوسيلة. أحيانا ينظر الطفل إلى هذه الوسيلة ولكنه يركز في تفصيلة فيها، جرح، تعديل، نقطة زائدة، نقطة في الطرف. أحيانا يركز في تفصيلة خارج الإطار أو في أطراف المكان. أحيانا يركز على زر مكسور، أو يركز على ثانية غير طبيعية، أو إلى آخره. كل هذه الأمور تخرجه عن سياق التركيز، فأي مثير مهما كان بسيط يخرجه عن سياق التركيز ويبحر فيه. هذا هو نوع من أنواع التشتت، وقد يبحر فيه لدرجة غير عادية وتأخذ منه الوقت والجهد الكبير في التفكير في أمور هي غير مهمة في الأساس، لا له ولا لموضوعات التعلم التي يفترض أن يركز عليها. الشكل أو النوع الثالث من فرط الحركة والتشتت والاندفاعية هو الاندفاعية. والاندفاعية هي سلوك متهور دون التفكير بالعواقب، مثل اللعب العنيف مع الأقران، وهذا شكل من أشكاله، يقفز إلى الكرة ولا ينظر إلى ما بينه وبين هذه الكرة، يقفز إلى النتائج ولا يفكر فيما يمكن أن يحدث له من عواقب قبل أن يصل إلى تلك النتائج، يقفز في السلم أو في الدرج من أعلى درجة إلى أدناها قفز هوائي، يعني وكأنه يقفز من بالباراشوت، ولا يفكر أنني يمكن أن أضع قدمي في مكان خاطئ وأكسر قدمي أو أوذي غيري أو إلى آخره. هذا الشكل كثير الحوادث، وكما سمعنا في الفيلم الوثائقي
بأن هؤلاء الأطفال حوادثهم، وعندما نتحدث عن حوادثهم كل أنواع الحوادث، لا نتحدث عن حوادث السيارات، نتحدث عن الحوادث المنزلية والحوادث البسيطة والمتوسطة والحوادث التي يمكن أن تكون في كل مكان داخل المدرسة أو داخل البيئة الاجتماعية، حوادثهم كثيرة جدا، 3 أضعاف يعني 300% أكثر من أقرانهم من الأطفال الآخرين. الشكل الثاني من النوع الثالث هو رغبة شديدة لدى الطفل بعدم الالتزام بالقواعد والتعليمات، يريد أن يكسر هذه القواعد، يريد أن يكسر التعليمات، عندما ينادى عليه لا يجيب، وعندما ينادى على غيره يحاول أن يكون في المقدمة، أنا 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 أنا. عندما نأخذ الغياب على سبيل المثال ونقول في نهاية الوقت من الذي لم ننادي على اسمه، ويقول أنا أستاذ ناديت على اسمي، فقط للإثارة، فقط ليعكس المطلوب، فقط عندما يكون في إشارة أو في تنظيم أو في طابور أو في مكان يريد أن يخرج عن هذا النظام، يريد أن يغير أو يتمايز عن أقرانه بشكل أو بآخر. وهذا يظهر جليا في رغبته الشديدة في كسر القواعد، في كسر التعليمات، وفي الغالب هي أمور لا يد له فيها، هي إثارة موجودة لديه، وبالتالي هو يشعر بالنشوة ويشعر بالرضا عندما يكسر هذه القواعد أو يخرجها عن سياقها.